أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا هو
الله أكبر. الله عليك. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. عليك الله أكبر. إن شاء الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يا رب الله أكبر. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. عرفت عليك. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. السنين والحساب. يا رب بلد القرآن
الأحكام تسمع، افتح عليك الأحكام تعلم، الله يفتح عليك. وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر عليك. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ضحكت عليك. الله يكبر. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. النبي.
ونخرج له يوم القيامة كتابا. وقفت عليك. كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله اكبر. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عليك. الله اكبر. واذا أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. الله أكبر. عليك. ففسقوا فيها فحق عليها.
الحبيب. فحق علي القول فدمرناها تدميرا باسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. لا عبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. لعبرة. لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
أكبر. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. لا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا ولذاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد أولاد صدقة بقرية كفر الشوبة مركز شيرين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث جئنا إلى حضراتكم لنحتفي بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، لقد كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أدبا وأحسن الناس خلقا، أدبه ربه فأحسن تأديبه ووصفه بقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم.